اهلا وسهلا وطفح الكيل ولحو الحل قدامك. هالصورة هلا منا جديدة ولكن انتشرت حول العالم وكلنا صرنا نعرفها لحي. هيدا المسلم سجود فوقه، المسيحي فوقه، الحاخام شيلوا الصليب حطوا، نعم موجودة حول العالم هلا. 2% حكموا العالم بالصرمية، بالحرمية، بالمجوهرات، بالأشكال، بالسيارات المفحمة والمشحمة. قدامك ناس ووراكي ناس يخدموك لأنك سخيفة. السخيف دايما بده برواز للصورة، قد ما صورتك سخيفة قيمتك بالصرمية وبالحرمية. 2% حكموا العالم لحول حلهم. أغنى أغنياء هالعالم هو وماله تحت صرميته. البدك بالهند بالصين وين ما بدك المدينة الفاضلة، بس بدنا نتخلص من هالعرب وهالمسلمين. نحن مش عرب ومسلمين، نحن إنسان لحول حل. غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم بالبيت. بلد اسمه كفر أطرة، مش كفر شخنة، كفر، شيلوا لها الكلمات كفر وكفر. حكمونا 400 سنة دايما محكومين، غيروا أسماء الشوارع، أسماء أولادكم، أسماءكم، حطوا أسماء فيها رحمة فيها أخلاق. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، مشان هيك 99% الإسلام ما شايفتيهم، لا يعرفنا إلا الله يا علي. غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، في شريعة للجسد ولجسدك عليك حق. العلماء اليوم حول العالم تركت الطب وعم تحكي بهالعلم، كلمة ماكرو وبيوس يعني حياة مدد وأبد. يا مدد يا صمد، عم نقتل بالأدوية وبالمستشفيات أكثر ما عم تقتلوا أنتوا بالحرب وبالدمار وبالنووية. 20 بكتيريا بالحمام، 300 بالمطبخ، 600 بهالإصبع. الحبيب شق القمر اليوم. كيفكم؟ كيف صح؟ انبسطنا كثير أنا وياكم، كنا مبسوطين. إيه الحمد لله كانت زيارتنا كثير حلوة. لحي قدامكم الحل. بكفر أطرة حد دير القمر طلعوا. ما بقدر أقول لكم، أرض كتير صغيرة، يمكن 4x4 يمكن، بخدها 6 سنين. استحت جارته قالت له رح أعطيك إنت ابني بالروح، رح أعطيك بيتي والأرض. نعم. قال لي ما تحطيني على التلفزيون، ما بقدر، مستواك ما تكون ولا بسوق الطيب ولا سوق الميت ولا بالطاولة ولا بالسفر ولا بكلها أبدا. أحلى بضاعة عم بتفوت على أوروبا هي اسمه الكوارا. طلعوا لعنده وتعلموا عنده، بتقعدوا يوم 2 3 الباب مفتوح صدقة، شوفوا شو بيعمل. رح أخبركم عن سر هون، وما لازم أقوله حتى للشباب، هيدي منا لحمة الشاورما. موجودة وقت رجعت أنا على الأم العربية في السبتيين عنا، قلت لهم هيك بتاكلوا؟ قال لي. فإذا مش الخبز بيضرك، الخميرة الاصطناعية يلي محنطة هاي اللي بتضر، هاي خميرة طبيعية. وهي منا لحمة من القمح، حكي فيها المعلم كما الجملة، أول من حكي بهالعلم بيك يا وليد، قال بالعربي وبالإنجليزي بلغات كثيرة ماكروبيوتكس. وقت اللي إجا على أمريكا وبدهم يتركوا ساحة باسمه،
قال التلميذته ما في شيء باسمه هيدا افاتار. شو عملت؟ انا جيت عندك تفتح بيت المعلم، اعطيتني ارض الكلب ما بينبح فيها تحط شيء باسم بيك. هاي معموله من القمح، طحين كامل، وكيف بيعملوا منه الجلوتين بتشوفوا كيف اللحمه، ومنحط طراطور. في معمل تسكر هلا بالسر عم بينشغل، دنيا حطي هالمعمل علنا، وانا بحكي بالاخبار، هو الوحيد اللي عم بيعمل طحينه والباقي كلها كذابين. كل يلي عم ياخذوا ادويه. شو بتاكل الفرس والبقره العجل الدجاجه الصوص؟ رجعوا لهالطبيعه. طبيعه منا مريضه، في عندها ايكولوجي تتناغم، نحن عندنا ايكولوجي. بتتذكر وقت الحبيب صحى واحد نايم وقال له امتى رح تصلي؟ رح صلى مع النبي بعدين. قال له شفت هو كلهم نايمين، لو كمان وعيوا راح يصلوا معك. قال له سمحني يا ريت تركتك نايم، ما كنت استكبرت بسببي. وراح توضى الحبيب ورجع صلى. حسيب رقيب على نفسك. 2% حكموا العالم وما بدهم، يلي مع الحي القيوم ومع الشر. النار ما بتنطفي بالنار. غذاؤكم دواؤكم ودواؤكم غذاؤكم. مضغ 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 مضغ. سامحوني، هالعلم عند الإمام علي هو الحبيب محمد. برا ما منقول إمام ولا منقول علي، علي محمد محمد. مين أنا تحت لقب؟ الله والملائكة عم بتصلي علي. محمد منه جسد، نور وعلي هيك. كل اللي عم تعملوا سكايب هلا عليه سارية الجبل. 983 مليار دولار صرفت أمريكا، عزرائيل تدمرت، العراق كانت شيلت الفقر كله من العالم. هاي مؤامرة مع مين انتو؟ مع المؤامرة؟ مع الولايات المتحدة؟ نحو جوابها. الأم ترجع بيتها وانت تطبخي لاولادك واحفادك، فيكي تعملي مال انت وبالبيت. لعلي منا بالمال، مين عم بيتحكم فينا؟ السياره هي عم بتسوقك او انت عم بتسوقها؟ اسم من اسماء علي السائق، سيف علي او سيف هالاطباء الجزارين عم بيعتذروا الاطباء وعم بيقولوا كلنا غلطانين. اللي ما بيغلط ميت، بس كل يوم بدي اغلط غلطه جديده وتعلم من غلطاتك وغلطي. سامحوني، انا الوحيده يلي مني طبيعيه لا بالحي ولا بهالام كلها. معي انشورنس ضمان فيرست كلاس حول العالم، ما بعرف شو الدواء من 50 سنه. كنت بالمستشفى سرطان بصدري وبالرئه. قالت لي صاحبتي خلي اقريها الكتاب. قلت لها حاسه انا بهيك شيء، رحت على البيت ولو بقى نعمل لك عمليه وهيك. انتبهوا، انت فيك الداء والدواء، وفيك انطوى العالم الاكبر. لحني قدامي رح احكي فيهم. هيدي فطاير شوف الاولاد ما 17 نوع فطيره بمنطقه اسمها سويدا جبل بسوريا. قلت لهم هيك؟ قالوا لي ايه. 6 اشهر هون ما بنشوف الا الثلج، بنعيش بنفوت من البيت للبيت وبنقعد تتروح الثلج. ما كان عندهم كهرباء وهيك وهيك. قلت لها لو ما حطيت كهرباء ما شفنا بعضنا. وجيب انواع كثير من الفطاير يلي بالبقوليات، حمص
بتنبتوا فاصوليا أي شيء من هاي. في منطقة هون بلبنان اسمها جباع الحلاوة، وكان معنا شاب بالتلفزيون ورا الكاميرا اللي أنا من جباع الحلاوة. قال مرة الجور بأمريكا، مين منكم from لبنان؟ جباع حلاوة. قلت له ما بعرف بس من لبنان. قال لي كيف في عندكم منطقة اسمها جباع حلاوة وفي أمراض بالعظم؟ قال لي المنطقة الوحيدة من كل الأمة العربية كانوا يروحوا على جباع الحلاوة كان فيها حوالي 360 نوع بقوليات بدون جي ام او، طبيعة تعطيك اياهم. لبنان هو العالم على صغير، خمس فصول، كل شيء بيطلع بهالبلد. بس ما بدي ازرع شيء انا ما اكلته من 200 سنة و 300 سنة. بدي اتناغم انا والارض، هالجسد يتناغم مع هالجسد. مشان هيك وقت الجبران قال لهم رجعوا حطوا جسمي بلبنان تيتناغم بهالتراب. وهلا العالم كله عم بيقول اذا بدكم تهربوا من الامه العربيه لا تروحوا لا شرق ولا غرب، روحوا على الهند، ما رح تعمل حرب. تعلمت بنوع خاص من المهاتما غاندي، بيرك اول ثلاث طيارات قتلوا المسلمين وفصلوا الهند عن باكستان. كان عنده كبد وكلنا عندنا مرض، ما حدا سليم ابدا. فاذا وانكحوا ما طاب، ما توقع بالمطب. لا رهبني في الفطره، مش بالاسلام، الفطره. هيدا رمز وقت للمسيح حطينا له اكليل غار هون وصلبني، هلا يجي بعده مصلوب. منحط صليب هون ومنحطه هو على الصليب. ما تكونوا اتباع ابدا، ما تتبع حدا استفتي قلبك ولو افتوك. الحل هون، اذا حدا منكم عنده مرض مستعصي كانه من زمان، هيدي كان سعلق مع الصليب، جيت السكري للزواج لأنه صارت هني الأغنياء ياخدوا حلويات، شو تبهدل السكري صار لكل الناس للفقراء. من بعد السل سكري، سرطان، سيدا. هلأ في مرض أوقح وأقوى اسمه سارس، بتنام ما بتقوم، بصير في ضمور بالعضل. شو السبب؟ غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم. في شريعة، في أدب الحياة، كلنا فينا نعيش على خبز ومي، ومي بلا خبز وبلا مي وبلا نفس. البرانا بتاخدها، الهوى يلي بالنفس، مثل الجنين حطوا جسمه هي، جربوا يقتلوه طلعوه على CNN وقالوا له بنقتلك. أنا مرة جيت ما رح سميك، بي كان طبيبكم، كان هو مسؤول على تلفزيون لبنان، جبت لك كتاب بيل موير، قال لي إذا بتحطي هالعلم بقدم استقالتي. بيل موير هو يلي أسس CNN، قال لهم أنا ما بقتل العرب ولا المسلمين، ما بدي هالمؤامرة. إجي مرض، قلت له أنا بجي بخدمك، قال لي في حد صديق بكفي. المؤامرة حول العالم اليوم، شيلوا هالعرب والمسلمين بسببنا. تركنا النبي ولحقنا الغبي، بنقول لهم سامحونا. فإذا الآن هو الزمان والمكان، أتحدى هالأمة العربية، ليش على كل هالمحطات المنحطة ما في إلا هالحضرة؟ الشكر لكل هالشباب نتعاون مع بعضنا، الوحيدين اللي عم بيعملوا عمل إنساني. والباقي إذا مش نافشة شعراتها وبتهز اللية وبتفتح الصيدلية وبتفوت على العدلية وبتهز هاللية اللي عم نهزها كلنا. يا أختي الخروف ليته هالقد، إذا هزت اللية قال له خلاص ما بقى رح يصير في حرب، مشغولين مع بعضهم كلهم. قال له شو هني؟ قال له هي البداية دائما حاملين شيء كلنا بيدق حوالي وين ما رايحين، تك 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 تك. ما في حدا منه حامل موبايل هلا. كم نوع من البكتيريا عم بفوت على جسمك من ورا هالموبايلات اللي حاملينها؟ بسببنا.
قال له لا بقى تخاف، لأنه خلاص الأم العربية كلها راحت، عملوا مؤامرة وقالوا له إنه كلهم عم بيقتلوا بعضهم. رحيل اطمئن، هالسنة مشغولين بذبح بعضهم، كلنا عم ندبح بعضنا بهي الموبايل، ما فينا نقعد إلا معنا هي تي 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 تي. شو عم تلاقي الأجاجي؟ ليش عم بصير في هلأ هون سرطان؟ أول مرة صار في سرطان باللسان، بعد ما في بالقلب، بس رح يصير كثير. أنا كل يوم على التلفزيون وأكثر من تلفزيونات ومحطات كثيرة، في مريم نور تي في دوت كوم، بس بحط تليفوني هون كل شيء 7-8 ساعات بدأ يا بياكل بهدلة أو بيكون فيها ذرة من الأخلاق، والباقي كله عملت لكم ديليت وبلوك وأفيو سي كي، ما بدي حدا. نحن اثنين بلبنان، منصور ما بيحكي حدا، بس ما في كلام، جلق اطلق. فإذا الحل لحق قدامكم، هيدا الخبز الفطاير، هاي الكينوا عملوها أنتو بالبرغول، عملوها بالقمح، الحنطة يلي من بلدك، نحن شعير وقمح، نحن مش شعب الرز بلبنان. هادي إذا بدكم شو الورقة ما بتعودوا تاكلوها يعني، بس الشباب معودين، ولا مرة جبت شي لكل هالشباب هون وقالوا مش طيب. هاي خبايزة، اسمها خبايزة، كلمة خبز، مش بس ورق عريش، كل شيء هيك بينلف، كل شيء يلي الله زرعه مش الإنسان. وهون ما رح تصدقوا، بيبعتون على أوروبا، قالوا له هيك أنتوا بتعملوا بلبنان؟ دبس وسمسم وحبة البركة، بزر لقطين، بزر دوار الشمس، كلها بتشوفوا الزيتون كله بالبيت. يلي عنده سرطان وايدز وحاله مستعصيه بتعطوه طحالب بحريه. كل عمرهم ولادنا كانوا يلعبوا، ما كان في الاذاعه مثل ما عم بتشوفوا هلا، وتطلع عشبه بحر وتلزق على اجريهم، هن ما يخافوا، نحن نصير نخاف ونشيلها. اسمها وكعبة. وأحلى شاطئ بهالكرة الأرضية هو بليبيا، 12,000 كيلومتر. مشان هيك قتلوا لبنته للقذافة، قالوا البني خدها. وقت اللي بيتحكموا بأفريقيا كلهم حرف الآ، أفريقيا، أستراليا، أمريكا، أوروبا، آسيا، من فوق ين وتحت يانغ، كلهم إذا تحكموا بالشعب الأسود أخذوا شرق وغرب. هون عقليته اليهودي، بس ما بتضايق، مختار إلا الشر. إذا ما فيه ضاص ما فيه المسيح، بس اثنينهم بدنا نحترمهم، واثنينهم بدنا نحبهم، واثنينهم من أنا من أنت من نحن. كل يوم إسرائيل هلأ عم بتكب بلبنان بنوع خاص. لبنان العالم عصغير، ناس كتير بتحب تيجي تصيف هون، سويسرا الشرق. شو عم بيكبوا هلا؟ ما فيني ما فيني ما بعرف ليش، ما ليش ليه. طبيعي انك تختير، فوق الطبيعة انك تكبر. ويك اب، نو ميك اب، كل شيء فيه ميك اب صار على وجهك مثل البربره، ماسك، قناع، شيل هالقناع وحط القناعه، القناعه كنز لا يفنى. حط الكتاب خير جليس، عندي الكتاب ما بقرا غير اوشو علنا، ما عندي غيره. اخوته عم بتاجروا فيه، 99.99 قالنا كلكم يضاص،
عندك الخيار من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر، أنت بتختار. بلغ إيه؟ لا تكتب القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم قرآنه، مفتي سوريا. التقينا أنت وأنا، وأحلى غمرة بحياتي كانت منك ابني بالروح. كيف عرفتي؟ عرفت كيف بده يكون ابنك، وعرفتي ليك وعمر القصيب، قلت له هيك بتموت وبني أهل بيتك. كلكم عندكم الكشف، صوموا تصحوا، والصحة صحوة، كلكم فيكم تشوفوا هالأسرار. تعالوا لعندي على البيت، تبعتوا إيميل، ما بتجوا تبعتوا إيميل وبنحكي بالإيميل. أنا ما بستعمل البريد الإلكتروني لأني عربية ومسلمة. لكن لك البهلة بسكر. خذ العلم لو بالصين. شو في بالصين هلأ؟ في قلم حقه دولار وفي قلم حقه 100، اشتري المية لا تغالي إلا بالغالي. هيك عم تزيد التلوث. قلم وورقة عندي وكتاب عندي. ما في يوم ما في لحظة ما بقرأ وبكتب. لمين؟ لنفسي ثم نفسي ثم نفسي، طين قطع نفسي. لمين هالحضرة؟ لمريم. فإذا اليوم وداعا أيها المرض، خلصنا شلني. عند الضرورة إذا لقيتوا طبيب آدمي مثل هيدا يلي بكل الإمارات لحوق راس الخيمة ما بيعطي دواء، رحت لعنده قالت له أنا خلفت وما عندي حليب، قال له حطي إيدي قولي هالآية من القرآن. هلأ مطرح ما في شجرة مورينجا بيمنعوا إنكم تاكلوا منها. ليه؟ لأنه الـ FDA قالت اللي بياكل مورينجا ما بده أدوية، ما بيمرض. المورينجا موجودة بكل الأمة العربية وبتزرعوها بلبنان وين ما كان، من الساحل ل 2000 متر. فإذا اعقل وتوكل، هون الحل قبل ما نرحل وننحل. الكتاب خير جليس موجود، وإذا الكتاب ما عليه اسم مريم نور أو بي سبيس ما تقروه، كله ترجمة والترجمة رجمة. مريم فايد، وبشكركم كل اللي بتبعتوا لي إياهم لحني بالكتب بقلوبنا، نقدر نشارك العالم بإسلام الله، إسلام الفطرة، الرضا والتسليم، نهاية العلم والتعليم. شو دينك يا مريم؟ الحمد لله أنه عندي دين. أنا فاتحة زوبر ماركت حسابي بملايين السنين قبل كل هالديانات، قبل كل هالأنبياء. هونيك أنا عيادي. كلكم نرجعوا. نعم. وخلق الإنسان من شو؟ From infinity to infinity. من المدد إلى المدد، يا صمد ويا سند. مش الرجال من ضلعي طلعت المرأة، قال لها عدي ضلوعي، قالت له عم تحب غيري ولا درى؟ قال لها ليش في غيرك يا مرأة؟ عدي ضلوعي. استفتي قلبك، لا تسأل حدا أبدا. نعم، بشكركم. شوفوا شو حلوة هالكلمة اللي ننهي فيها هالحضرة وبتنمى فينا أكثر. سأل التلميذ معلمه أن ينصحه وقد حان فراقهما بعد طول صحبة. قال له يا أستاذي اللي كلمة بتضل معي وتنفعني في كل حياتي. قال له المعلم كن رجلا ولا تتبع خطواتي. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. Every breath is a path. كل نفس خطوة جديدة بحياتنا. قال له أول خطوة بتدعس على الإيجو، على الاستكبار. خلص تاني خطوة انت بالجنة، تعصت على جهنم انت بالجنة. انت صاحب هالمفتاح، أنا بعطيك مفتاح. يا بتفتح يا فتاح، أو ضلك تلعب شقفة حديدة. ما بعطيك الحل، فيك تساعديني، فيك تقولي لي كيف بعمل شو بعمل، أي كتاب بدك أقرأ بتصرح. هو أموات، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. وعلي قال أيها الحق لم تترك لي صديق. بطلبها إذا في شي شيخ بهالأمة العربية، ما حدا بيسترجي يحاور مريم لأنه حوار من القلوب، من لب القلبات. بس إذا في شي شيخ بيقدر يحط سر معركة خيبر، نحن بحاجة إلى معركة خيبر وإلى سيف الفاروق. فصل وصل. ليش هالعلم بس بأوروبا شرق غرب؟
ليش مش موجود الهوم سكولينج عند العرب؟ ليش ما محطاتنا كلنا، بعرف انك فقير خصوصي انتو السعودية فقراء، ما معكم هيك تفتحوا شي محطة فيها أخلاق، بس ما في حضرة. مشان هيك بضلي بطرقك نازك الحريري، ما فيك تحطي حضرة وأنا بدفع يعني عندك على التلفزيون كل هالمحطات كانت تضيع فيها عوني صارت حزب. ولو يا ميشيل عشو عم تتفقوا تروحوا تهزوا إيدين للليميت بس عالشنطة؟ قضيت وقت مع شربي الخليل وأوغوست عبده ومريم نور ثلاثتنا. إذا في ذرة من أي عربية عندك ذرة من الأخلاق اتصل بشربي الخليل. وكلنا صدقة ما بدنا شيء بروح ماشي نحط تلفزيون في علم، علم أبدان أديان قرآن فرقان سمعان عدنان هالخمس حدود. فن السلام هيدا فن، السلام عليكم هيدا الإبداع، وعليكم السلام نرجع إلى الفطرة. نعم الفطرة خطرة ولكن ما في غير الحقيقة. The winner شيلوا لي هالمحطات والمنحطة وهالبرامج بتعملوها كل يوم، مين اللي بيربح؟ يا فتح. عشان هيك قال له أرحنا يا بلال.